لا ما فيني استغنى عن هيك مبلغ هلا وانساه، وما بعرف امتى بده لحتى يلف ويبرم ويرجع لي. سنة ماكسيموم سنة بيرجع لك، هذا الشغل مضمون وانا عارف كثير منيح شو عم بعمل. لا تزعل مني، ما فيني. لا بدي ازعل منك، انت حر. يلا يلا تشيرز، نرجع نلعب رولات. انا رولات مالي مصلحه، بعدين لازم اروح على البيت، وانت كمان لازم تروح، بكفي اللي خسرتهم اليوم. حاسس راح تجي. ايه اذا هيك اوكي. مرحبا. مرحبا. بعتذر جاي بدون موعد، بس بدي احكي معك شوي. ايه تفضل. اول شيء بدي اقول لك الحمد لله على السلامه. عرفت انه ما صار لكم زمان جايين السفر انت والسيد كريم، مش هيك؟ ايه مزبوط. ممكن اعرف شو طبيعه السفره؟ كان عندنا شغل. شغل شو؟ رحنا نحضر معرض. شو اسم المعرض؟ سوري؟ المعرض. هيدا المعرض ما عنده اسم؟ شو اسمه؟ MCI Expo 2018. MCI Expo 2018. من جوجلو. MCI Expo 2018. في معرض الشهر الجاي بيفتح، يعني ما حضرتوا المعرض. شو كنتوا عم تعملوا هنيك؟ في شي بيمنعنا نسافر انا واي حدا على حيلا محل عبالنا نسافر عليه؟ ابدا، فيك تسافري محل ما بدك، مع مين ما بدك وساعة ما بدك، وين ما كان يعني. بس أنا زلمة حشري، بما أنه صرنا نعرف أنه طبيعة هذا المشوار ما كانت شغل، ممكن تسمحي لي أعرف شو كنتوا عم تعملوا هنيك؟ أنا وكريم من حبات، بس ما حدا بيعرف بهالشيء. يعني رحتوا لهونيك كزدور عشان ما هو كزدورة. طب في شي مرة انتو مع بعض هونيك التقيتوا بحدا ما بتعرفيه؟ هيك شكيتي بأمره؟ أو إذا كان السيد كريم عنده مواعيد انتي ما رحتي عليها؟ أبدا، ما شفنا حدا وكنا كل وقت مع بعض. بس أنا ما بفهم هيدا اللي عم نحكي عنه هلأ شو له علاقة بجريمة قتل الفرح، وكريم شو خصه بالموضوع؟ كل تفصيل قد ما كان صغير كتير مهم بالنسبة لي، وكل الأشخاص المحيطين بعامر وفرح، ومش بس كريم، حتى أنت مهمين بالنسبة لي. فكرتك نمتي؟ ايه بدي اشرب مي. أنت منيحة؟ منيحة. تصبح على خير. وانت بخير. اذا لازمك شيء فايقيني. اوكي.
شيء ما بقى فيني. مش رح خليكي تطلعي من البيت، هيدي المفتاح. ما في بس اليوم. هيدي المفتاح. خلص يا ماما عملت بس اليوم. اعطيني المفتاح هاتي. ما رح اتركك تطلعي. ولك هاتي المفتاح بقى اعطيني اياه. هاتي المفتاح. صرخي. بدي اطلع. صرخي صرخي. عيطي فجري اعملي اللي بدك اياه. ما رح اعطيك المفتاح وما رح تطلعي من هون. بتكتشفي غصب عنك مش بكيفك. تأخرت عليك؟ قد ايه هول؟ ليه طلبتيهم؟ قدموا ورقي إذا بدك. عيب بعد من هولك. أنت مش لاحظة إنه صاروا كتار؟ بلا، طب شو بعمل؟ شو عم بقدر على مصروف الحكمة والدواء؟ طليق بعد ما بين؟ ولا حدا بيعرف عنه شيء، خايف يكون مقتول. طيب يلا بدك شيء؟ هلا؟ لا، نحكي بعدين. ماشي. في افهم انت ليش خايفه هالقد يعني؟ طب بلكي عارفه بالحساب اللي فتحت لي اياه باسمي هونيك. وكيف بدهم يعرفوا يعني؟ هيدي القصص ما بتصير الا بالافلام. وبعدين يعرفوا يا ستي. يروحوا يبلطوا البحر، يعملوا اللي بدهم اياه. كريم المصاري اللي عم تفوت على حسابي مصاري نظيفه؟ ومهففه مثل القطن. قلت لك نحن عم نتهرب من الضرايب وبس. ما بعرف ليه فوت حالي بهالقصة. انه انا مثل كل هالعالم انه بدي اكون مرتاحة وما عوز حدا، بس من وقت ما رجعنا وانا عم فكر انه انا عن جد بدي انه يكون عندي كثير مصاري. ولقيتي جواب؟ لا ما لقيت. شو بكي؟ ليه عم طلع فيها هيك؟ ماشي. كيفك لينا؟ تمام بخير. شو القصة؟ شو عم يصير معكم يا جماعة؟ أهلا وسهلا. أهلا سامي. ما في شيء. الله يسلمك. ما في شيء. عادي عادي. تفضل تفضل. شو القصة قولها؟ هو طالع من البيت، شلة شباب زعران قوصوا عليه. يا لو أنت لينا يعني طبعاً كالعادة ما بتخبى بقلبك شيء. أنت وفرح حطيتوها قرقر قرقر على التليفون. ما كل الجيران فاقوا على الصوت. مين هدول؟ شو بدهم؟ يعني يمكن عداوة كار. زعران مستشبهين ما بعرف. تقول قتلو قتيل؟ حكيت الدرك شي؟ ما خبرت حدا. لا شفت نمرة السيارة ولا شفت وجوههم. شو بدي اللون؟ انه معقولة مشكلة صغيرة مثل هيدي تخص برصاصة؟ كميت الزلمة. ليه ما بنترك بيروت؟ نسافر على شي بلد تاني. هالقد؟ انه ليه لا؟ فينا نسافر على بلد مثل دبي مثلا، البلد مليان شغل هونيك. انت بتتوظف بشي شركة وانا بفتح نادي جديد. يعني بوراح تفكيرك هدي قصة صغيرة وبتصير. بعدين صرنا 100 سنة عايشين بهالبلد بحياته ما صار معنا شي. لازم ننطر تيصير معنا شي يعني. هلا انت عم تحكي عن جد ولا عم تمزح؟ لا عم بحكي جد، ليه بدي اكون عم بمزح سامي؟ أنا بدي ربي ابني بشي بلد حس فيه بالأمان. أنت قلبي هلا مأثر لأن القصة بعدها طاسة، بس بحب ذكرك إنه أنا مبسوط كثير بهالبلد وعم بشتغل وعم طلع مصاري بحياتي إني ما طلعتها. بعدين هيدا الأمان اللي عم بفتش عليك كل عمرك. هيدي القصة بتصير وين ما كان. ما في داعي على هالقد تكوني موترة و ليش رديتي علي إذا بدك ياني أتركك تروحي؟ أنا اشتقت لك. ما اشتقتي لي؟ ما بدك تجاوبي يعني فرح؟
صباح الخير. صباح النور. كيف حاسه حالك اليوم؟ منيحه كثير الحمد لله. يلا ركان راح اعطيه برونتو لشادي واجي اتروق انا وياكي، لان لازم اروح على المستشفى. لينا قادره تنتبهي على شادي لارجع او بتصل بالنرس؟ لا اكيد بنتبه عليه. كيفك ينام؟ كثير منيح. قام وتروق وراح على مدرسته. ماما شكرا. شو بك شاد؟ ما بني شيء. بدك نقوم على المطبخ نعمل اكل نتسلى. لا ماني جوعان. شوفي شو بك؟ انا ما عم بفهم شغلي بعد. نحن مجوزين مش مجوزين، قرايب ولاد عم؟ عن جد يعني ما عم بتلقمن، بس بدي افهم انه شو صار هلا؟ مقعدين ورايقين وما بنا شيء، شو صار لك فجأة؟ انت رايقة لوحدك، انا ماني رايق ابدا سمر. طيب شرفك جاد، أنا تعبانة وما بدي أسمع الحكي. لا بدك تسمعي سمر، بدك تسمعي. نحن صار لنا شهور على المعدل هيدا. على أساس بدك تتغيري، ما في شيء عم بيتغير. أنا مريضة، ليه مش عم تفهم؟ عم بفهمه. خايفة إنك تحبلي وتجيبي ولد، وعم تتعالجي، وأنا بتقبل هيدا الموضوع. بس هيدا شو له علاقة بإنه أنا نام على الكنباية هاي؟ إذا نمت حدك على التخت سمر ما حتحبلي. جاد؟ جاد أنت بتحبني؟ بعرف، أنا كمان بحبك، بحبك كتير. بعرف إنه اللي عم تقطع فيه كتير صعب وبشع عم تتحمله كرمالي، بس انطر علي شوي، بس شوي. أصلاً مش حاسس إني عم بتحسن؟ شو؟ كيف ملاقيتيها؟ يعني مش الحال. كريم بتعقد. ميرسي. مش الحال قلت انا عن جد مش عجبتك. بعدين ما تقولي لي ميرسي، هي انت اشتريتيها من مصرياتك. اوكي بس لو ما انت ما كانوا بيكونوا مصرياتي. سو ميرسي. بعد ما شفتي شيء انت بتستاهلي اكثر من هيك بكثير. اهم شيء ضلي معي على فرد موجي. شايفة هون شو بيعطيكي؟ كل شيء. أنا كثير مبسوطة. بحبك. وأنا كمان كتير مبسوط لأنك مبسوطة. بس هيدي قصة بحبك صاروا 100 مرة قايل لك بلاها. نور أنت بنت حلوة وذكية وقلبك طيب ومهضومة، وهلأ صار في 1000 شاب بيتمنوا عليكي. 1000 شاب بحركة صغيرة من أصبعك بتلاقيهم جايين زحف لعندك. بتعرفي؟ أنت بتصيري أحلى بس تنفذي. بتصيري فرح، بدنا نحكي شوي. ما
ما فيك تبطلي تشوفيني. ما بتقدري ومو بكيفك. مو بكيفك. ما في شيء بالقوة. ما في شيء بالقوة. في. أنت ما عم تعرفي نحن وين هلأ. ما عم تقدري تفهمي نحن وين. إذا خبرتي عني بيقتلوكي قبل ما الشرطة تمسكني. بيقتلوكي وبيقتلوني. بيقتلوا عائلتك. بيقتلوا عائلتي. فهمي. فهمي نحن وين هلأ. ما فيك تبطلي تشوفيني. أنا لازم ضل قريب منك لحتى أحميك. فهمي. فهمي فرح. مين أنت؟ مين أنت؟ مين هول؟ لك مين هول؟ أنتوا شو فاكرين حالكم؟ شو فاكرين حالكم؟ فاكرين ملكين الناس يعني؟ في درك، في حبس، في دولة بتلاحقكم. وفي هاد، هذا بس اللي بيحميكي. ما في عجلي، ما في عجلي. الحياة بدها لإلي مش لإلي. فهم بس هيك كثير علي. قتلني قتلني. بس ما بدي الحياة. بس فرح. قتلني قتلني هلا. قتلني قتلني عامر. دخلتي حالك بكل هالقذارة وهي عم تشوفي النتائج. ما عم حملك المسؤولية. بس اتركيني طلعك منها. اتركيني طلعك منها. وما بقدر اقتلك. أنا بحبك. على فكرة بلشت ابعت السي في تبعي على كم محل بدبي. ايه ليش لا؟ شو بدي ضلني هيك؟ أكبر معاش رح أقبضه هون ما بكفيني شيء. عم تحكي مع سامي؟ ايه امبارح حكيته. ايه وشو الأوضاع؟ أحسن. هيدي لامبارح أكيد. ما بفهم شو عم تعمل معه بنتك. إنه ما بدك إياه للزلمة اتركي. كمان جوز أختك بدوج وبدوش. لو ما كنت مجننة آخر مرة ما تركت البيت بهالطريقة. طب أنت ما سألتي حالك مثلاً إنه وين كانت؟ أو هلا عن جد صدقتيها إنه غفيت بالسيارة قد ما كانت تعبانة؟ شو قصدك؟ بدها تفسير هاي أمي؟ ألو؟ ألو؟ طلال؟ أما كنت كتير بحاجة لهالدارة. وأنا كمان. أنا زعلان كتير على اللي صار بيناتنا. وزعلان أكتر لأنه كنت أوقات أعصب عليكي وصير صرخ والأشياء بشعة. شو بعمل؟ أنت جننتيني. سامي. أنت إنسان كتير منيح. بتستاهل. أنا بعتذر على كل شيء. مش أنت بتستاهلي؟ وأنا كمان بعتذر على كل شيء. على كل فينا نبلش من أول وجديد. ما هيك؟
فرح ما في خبرك قد انا اشتقت لك. شو في اعمل حتى ما تبعدي عني مره تانية؟ ولا شيء، خليك مثل ما انت وحبني شوي اكثر من هيك. بدك اياني موت؟ اشتقت لك كثير. اليوم مورد ولونه احسن. احكي معه خليه يعرف انك هون. شو بدي اقول؟ ما عندي شيء اقوله. طيب انا رح اطلع شوي وارجع. ماما ليكي خليكي انت معه، انا وعدي كنان اني اخذه على المول. طيب يلا باي. لا لا صديقي ما تعت الهم، كل شيء واضح عندي والتسليم رح يكون على الوقت مثل ما قلت لك. لا الثقة متبادلة أكيد. طيب خليني أحكيك بعدين. يلا باي باي. شو هذا اللي سمعته هلا؟ حسب شو اللي سمعتي؟ إنه خطبتك جمعة الجاي وزعت كروتي على الموصفين؟ إيه كرمال هيك انا كنت بدي ابعت وراكي حتى احكي انا وياكي بهذا الموضوع. ماما ما عم بفهم انا، انت مش على اساس انت مش من تبع اللي بيتجوزوا وبيخطبوا شو اللي صار؟ قولي لي انت برايك شو صار؟ انت عم تقولي انه انا مش تبع حب وزواج، ومزبوط انا مش تبع حب وزواج، وهلا مضطر اعملها. ليه برايك؟ ما بعرف انت فسر لي. نور أنا ما بدي أذيكي، ما بدي كذب عليكي ولا بدي أذيكي، فهمي بقى. ما عم بفهم كريم، ما عم بفهم. الله لازم تعرفي إنه أنا إذا بدي أخطب وأتجوز مش لأني عم حب وعم انغريمه، في ظروف. نحن فينا نضل هيك فريندز مبسوطين، عم نعمل شغل كتير حلو، عم نعمل مصاري، فاهمي علي؟ ما تصغري عقلك وتنزعي كل شيء بيناتنا. صغر عقلي؟ صغر عقلي؟ كريم أنا بحبك، ليه ما عم تفهم؟ يا عمي شو قصتك؟ صرنا حكيم 100 مرة بالموضوع. نور خلي عقلك كبير، خليك عم تفهم علينا، خلي شغلنا ماشي انا وياك وتعملي لك قرشين تأمني مستقبلك. الايام اللي جاي انا وياك اكيد رح تكون احلى، المستقبل انا وياك اكيد رح يكون احلى. صباح الخير. الساعة بعتقد هلا صار شي 8 8 ونص. قوم اعمل قهوة قبل ما تروح على شغلك. لا خليكي. ما في، انت لازم تروح على شغلك وانا لازم اروح اجيب شهادتي من عند الماما. حرام اكيد تعبت، نور ما في اتكل عليها. ألو فرح كيفي؟ مين معي؟ طلال. عم تسمعيني؟ ايه سمعتك. شو أخبارك؟ منيحة. فيني شوفك على فنجان قهوة؟ أكيد لا. فرح في حكي بدي أقول لك إياه. من بعد كل هالوقت قصتنا صارت وراي من زمان طلال. أنا ما بدي أضغط عليكي، بس في كلام إذا قلت لك إياه برتاح. بتصور أنت كمان ناطرة تسمعي. ساعتك بنفسك ما تغيرت. أنا ماني ناطرة أسمع منك شيء،
واخر همي شو بريحك. انا وليال انفصلنا ورجع يعيش هون، بحاجه اتصالح مع كثير اشياء. تقدر بلش من جديد؟ انا صار عندي حياتي وجوزي وابني، ما لها عازه بقى نحكي عن الماضي. ما في شيء حيتغير. انا ما بدي اغير شيء، انا بس بدي اشوفك نص ساعه. صار لازم سكر. طيب رامي صار معك، ناطر تحكيني. باي تلال. تأخرت عليكي؟ لا ابدا، هلا حطيت الاكل بالفرنفورت. اليوم كنت عند عامر بالمشفى. رحت زرتي؟ لاول مره بتطلع فيه وما بحس بولا شيء، كانه اول مره عم شوفه بحياتي. يعني إذا فاق من كوما ما رح تضعف قدامه وترجعي له؟ خلص كثير منيح. أنت عم تقولي هلا إنك خلصتي من الكوكايين وخلصتي كمان من عامر، يعني قوتك عم ترجع لك. شكلها عم يصير قوية. دايما ان شاء الله، الاكل كثير طيب. صحتي. طيب انا مضطر امشي لانه بكره عندي نهار كثير صعب. اوكي. لينا ما مش رح اقول شيء، يمكن مش وقتها هلا. ايه لا تقول شيء. مو وقته، مو وقته عن جد. إذا الوقت منه مناسب بيجي غير مرة بسألك. لا لا مش مشكلة، تفضل. شوفي يا ست نور، ما بدي بين إنه عم بتدخل بخصوصياتك، بس عرفنا انه مؤخرا اشتريتي سياره. هلا هي اللي لفتني بالموضوع انه هيدي سياره غاليه واندفع حقها كاش. مزبوط، هيدي هديه من كريم. هديه؟ هديه. يعني انت وكريم الامور جديه بيناتكم. انا سنور نو. شو بك؟ شو عم تعمل عندك؟ راحت من كانت كم شيء تلاقوا عم يضحكوا. مين هي اللي راحت؟ كريمه قصدك يعني؟ ايه كريمه رحت الخطب لانه ما اعطيتني مصاري. ايه ومنين انا بدي اجيب لك مصاري يعني؟ ايه ايه معك مصاري، شفتك لما خبيتهم بقصة الصوبة، لما اعطاك عامر الباشا المصاري ولما انقتلت اختك رجعت شلتهم وخبيتهم مطرح تاني. ليك وليه؟ اذا بتجيب سيرة لحدا بقص لك اياه لسانك، بعدين فكر حالك يعني اذا انت معك مصاري اهلها لكريمة بيجوزوك اياه؟ مش شايف حالك نص اهبل؟ مجنون؟ الحمد لله على السلامة. خليكي مرتاحة، خليكي مرتاحة. شوفي شو صار؟ كنا عم نحكي مع بعض بالصالون وغطى على قلبك فجأة، حملتك وجبتك لهون. عم بطلب منك إذا بتريد
ما بقى تسألني شي عن كريم وعلاقتي فيه. قلت لك من قبل أنا ما بعرف شي عن شغله وما خصني بشي. أنا كريم حبيته وفكرت إنه رح أقدر خليه يحبني، بس اليوم عرفت إنه رح خطب ورح يتجوز، والسيارة جاب لي إياها تيراضيني بس قبل ما أعرف إنه بده يتجوز. طب خلص خلص، ما تتعبي حالك، أنت لازم ترتاحي. سوري. ولا يهمك ولا يهمك، بسيطة. رح أمشي بس إذا اعتزتي أي شيء اتصلي فيي. ميرسي. بدك شيء يلا؟ شو كنت شايفتي؟ ها؟ انك شايفني حاملة مي سخنة؟ بدك يعني احرق حالي؟ بقول لك شاي معي؟ لا ما بدي. ما تزعل مني. شادي جاي من عند اهلي ضايج اليوم وانا كثير تعبانة. عندي زعلان. يلا اعملي شاي معك واشرب. هلا هلا. طولتي مي. تأخرت شوي، كان في عجقة. كيفك؟ والله يا ما بعرف كيفني. اوقات بحسها مجنونه وبدها حكيم نفساني، اوقات بقول يمكن انا اللي مجنون لاني ساكت على الوضع وقبلي. ها؟ ايه. اسمعي نور، امبارح اول مره من سنه ونص بكون رايقين. ظهرنا وتعشينا وقضينا سهره كثير حلوه وضحكنا ورقصنا ورجعنا على البيت. والصبح عملت لها ترويقه وتروقت قبل ما اروح الشغل. رحت على الشغل ورجعت قربت بدي اغمرها، عم تنترت فيي. طب وانت هيك من جوا كيف حاسس؟ بعدك عم بتشك فيها؟ صراحة أنا ما بحب أحكي بهذا الموضوع. ليش أنت سامعة شيء؟ نور ودي أنت سامعة شيء؟ عم تطلع بحالتي وشوفي أنا كيف؟ إذا بتعرفي شيء قولي لي بترجيكي. يعني سامي بدي اقول لك شيء انا، بس ممنوع منعا باتا حدا يعرف انه هيدا الحكي طلع مني ابدا. ما رح احكي شيء، ما رح احكي شيء. قولي. ماني مأكده بس بفتكر طلال ببيروت. بعدك مثل ما انت، ما تغيرت، بالعكس صرتي احلى. قلي طلال شو بدك مني؟ كيفك انت وسامي؟ كثير منيح، بنحب بعض كثير وصار عنا ولد. انا وليال اجينا بنت، ما بعرف اذا بتعرفي. طلال انا ما بعرف عنك شيء، ما بيهمني اعرف. قلي شو بدك مني؟ فرح، انا ندمان على اللي عملته فيك. غلطت غلطه
كل حياتي ما رح سامح حالي عليها. ندمك ما بيهمني واعتذارك ما له قيمة. إذا ضميرك عم يواجعك ارتاح، أنا من ميلتي نسيت كل شيء. مشتاق له لسامي، ما بعرف إذا بيقبل إنه أحكيه وشوفه. صدقني ما في يسوم بلا ما تلبكه وتلبك حالك. كيف هو؟ كثير منيح، أحواله باللاج وماسك أحسن مشاريع بالبلد وصار اسمه كثير معروف. يستاهل، سامي طول عمره نظيف وشاطر وبيعرف يتصرف صح عكسي أنا. ما بعرف كيف تخليت عنك هيك، عن الشيء الوحيد الحقيقي بحياتي. لا بتعرف، بتعرف كثير منيح. انت اللي اخترته، ما حدا جبرك. مزبوط، طلعت غلطان. انا رح امشي، تاخرت. كنت حابب اشوفكم، مشتاق اقعد انا وانت وسامي مثل زمان، نضحك نسمع موسيقى ونطلع نسهر. شو رايح؟ فرح بليز، انا بحاجه كفر عن اللي عملته معك. حس انه لازم اعمل شيء. فيك تعمل شغله وحده، تطلع من حياتي، لانه انا هلا عن جد مش ناقصني.